السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. برحب بكل المشتركين معايا في القناة، وبرحب بالمشتركين الجداد معايا في القناة، وبشكركم على التعليقات. النهاردة قراءة عاطفية لمواليد برج الثور. نبدأ برج الثور. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا برج الثور. برج الثور في الفترة الأولى من القراءة، المدة اللي احنا قلناها، بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين هيكون عندكم في الفترة دي يعني الناحية العاطفية هتكون جيدة وفي تفاهم مع الشريك. ده بالنسبة للمرتبطين وللمتزوجين. لكن يا برج الثور، الطارد بيحذرك في الفترة دي من العناد، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تلخبط كل ده. يعني ممكن تلخبط التفاهم والحب، هيكون عندك شوية عناد كده تخلي بالك منهم. شايفة في حب وتفاهم من الطرفين. ممكن برج الثور يعني في أمور انت بتفهمها غلط، في امور كتير انت بتفهمها غلط، او تكون ردود افعالك مش ملائمة للموقف، يعني مش على قد الموقف او غير الموقف خالص، يعني ردود افعالك. اما الغير مرتبطين الفترة الاولى من القراءة، في المدة الاولى برضو مناسبة جدا عندك للحب، وفي عندكم احتمال كبير مقابلة الشخص المناسب. يعني شايفة فترة جاية ان شاء الله فيها ارتباط وحب متبادل. عندك فترة جاية جميلة جدا يا برج الثور. طب نشوف الطاقات الموجودة كده معانا. في طاقات ترابية طبعا، طاقتك. شايفة كمان العذراء، طاقة ترابية تانية غيرك، وفي طاقات مائية ونارية كمان. طيب يلا نشوف حكاية الثور مع الأبراج دي. مع الطاقات الموجودة، يعني في الأول عايزة أقول إني شايفاك يا برج الثور مركز أكتر حاجة على الناحية العملية، حابب تطور من نفسك على المستوى العملي، وشايفاك بتفكر في يعني انك توصل لدرجات اعلى، او شايفاك كمان بتبتكر في شغلك. يعني عندك افكار كتير جديدة وبتسعى لتحقيقها، عايز تحققها، عايز تنفذها. ممكن في الفترة دي تلاقي ناس كمان تحاول تقلل من حماسك ده. يعني شايفاك متحمس جدا، وشايفة فيه اشخاص بيحاولوا يقللوا من الحماس ده، بس شايفاك مصمم، عارف انت بتعمل ايه وعايز توصل لايه. وطبعا بالتوفيق لكل مواليد برج الثور. الناحية العاطفية شايفة عند مواليد برج الثور، شايفة انفصال، شايفة انتظار. عندك طاقة انتظار يا برج الثور. بعضكم عايش حالة من القلق والانتظار بعد الانفصال. بعضكم لسه متعلق بالشريك، يعني لسه في تعلق شديد جدا، وده سبب الانتظار اللي انت فيه. يعني لسه بتحبه، لسه مستنيه يرجع، يعني رغم انك مش بتظهر ده، يعني شايفاك مش بتظهر ده على الأقل اللي حواليك. شايفة في اشتياق وحنين من الطرفين يا برج الثور. يعني عند بعضكو الحبيب برضو تعبان وبيفكر فيك باستمرار، بيفكر كمان، يعني ظاهر هنا عندي بيفكر كمان في كل حاجة وصلت العلاقة للوضع ده. عايش فترة تفكير وحساب للنفس، يعني شايفاه بيحاسب نفسه وبيحاسبك انت كمان، بيحاسبك بينه وبين نفسه. يعني كأنه بيعاتبك او بيلومك.
هو تعبان جدا، بس رغم كل تعبه ده انا شايفاه مش عايز يتكلم في الفترة دي. بعضكو اتقفل الاتصال من ناحيته، بس هكمل القراءة كده واسحب كروت اشوف هيعمل ايه او هتروح لفين العلاقة. بس شايفة في بعضكو في الاتصال اتقفل تماما، عشان كمان في كمان شايفة عند بعضكم محكمة، شايفة محكمة والطرف التاني عند بعضكم داخل على حاجة جديدة او بيعمل حاجة جديدة. بصوا شوفوا بقى، هو في نسبة كبيرة جدا في رجوع للشريك، بس مطلوب منك يا برج الثور تبعد القلق والتوتر عن حياتك وتفكيرك، يعني مطلوب منك تكون إيجابي. عندك أفكار سلبية كتير، عندك جواك في خوف وقلق كده وتوتر أغلب الوقت، يعني أغلب أوقات يومك عايشها كده، ما بتنامش كويس خالص. يعني أنا بطمنك برج الثور في عندك تغيرات كتير إيجابية يعني أنت داخل عليها في الفترة اللي جاية دي، وموفق بإذن الله في أغلب أمور حياتك. وانت أصلا فلكيا يا برج الثور في شهر مايو هيكون بالنسبة لك يعني بداية كل حاجة حلوة ونهاية كل سيء من حياتك، يعني عايزاكوا تتفائلوا تستقبلوا كده اللي جاي. بس زي ما بقول دايما في أبراج اللي بلاقيها كده وهي عندها حاجات حلوة كتير جاية، افتحوا منافذ الطاقة عندكم. شايفة عندك حظوظ كتير يا برج الثور، وعندك يعني تدخلات إلهية في أمور، في بعض أمور حياتك، يعني بعد ما عشت فترة كبيرة في عندك ركود، الحياة واقفة كده وتأجيل، حصل عندك تأجيل في حاجات كتير وحاجات كتير وقفت وتعطلت عندك. عندك فترة جاية رائعة بصراحة، في انطلاقات جديدة وكبيرة. شايفة عندك يا برج الثور كمان اتصالات، فيها يحصل اتصالات في الفترة القريبة اللي جاية، ولقاءات كلها يعني مبشرة بالخير. في لقاءات منها هتكون يعني فيها شوية كلام، بس مش هيكون بشكل سيء قوي، يعني يعني هيحصل فيه لقاءات، هيحصل فيها الأول كلام كده مشدات كده على خفيف، بس هتتحل الأمور بسرعة إن شاء الله. كلها اتصالات ولقاءات كويسة بالنسبة لك يا برج الثور. برج الثور والعاطفة يعني شايفة كمان عندكم بعض مواليد برج الثور في الفترة اللي فاتت دي تعرض كتير لخذلان، فشل متتالي في علاقات، يعني شايفة في علاقات كتير مرت بحياة برج الثور ما حصلش فيها اي نجاح، يعني كلها علاقات وشايفة فيها انفصال، يعني كلها ما برج الثور ما توفقش فيها. شايفة كمان مشاكل داخلية ممكن تكون مع الأهل، بعضكم عنده مشاكل كمان مع الأهل. قلبك قعد لفترة يا برج الثور مكسور ولسه حاسس بده لحد دلوقتي، يعني هو الكسر اللي في قلبك ده انت لسه حاسه لحد دلوقتي. الانفصال اللي انا شايفاه مع أبراج مائية وأبراج نارية، وفي حب كبير كمان، يعني برغم البعد ده في حب كبير كمان. نسبة كبيرة في رجوع مع أبراج نارية إن شاء الله يا رب، وهيحصل تواصل في الفترة اللي جاية دي. شايفاك يا برج الثور انت اتعلمت، انت كمان اتعلمت كتير قوي، يعني شايفاك قاعد كنت تعبان كنت بتعاني، بس في نفس الوقت
هي كانت فترة تعليم بالنسبة لك، كل اللي مر في حياتك ده من تعب يعني، كان هو علمك حاجات كتير، وعشان كده انت هترجع بشكل افضل يعني، سواء حياتك عموما او حياتك مع الطرف التاني، انتوا هترجعوا بشكل افضل لاني شايفاك اتعلمت حاجات كتير وبقيت شايف الامور بشكل اوضح يعني، حسبت نفسك كتير برغم زعلك من الطرف التاني. انت كمان في الفترة دي انت كنت بتحاسب نفسك يعني، كنت بتفتكر حاجات انت كمان بتعملها وبتحاسب نفسك عليها، عرفت الاخطاء دي كلها اللي كانت بتلخبط الدنيا عندك دايما. اكيد ده كان المقصود من كل اللي حصل يعني، انك تتعلم، وده بيبقى المقصود من على فكرة من كل اللي بيحصل في حياتنا يعني، اي حاجة بنشوفها سيئة في حياتنا هي المقصود منها فعلا ان احنا نتعلم يعني، زي ما بيقولوا محدش بيتعلم بسهولة او ببلاش، بنتعلم بندفع ثمن كبير قوي، بس في الاخر المهم ان احنا نتعلم من كل اللي حصل لنا، ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها، ايه اللي نعمله ايه اللي ما نعملوش. ده حصل لك في الفترة دي كمان وصلك لانك تعرف وضع كل شخص في حياتك. انت شكلك كان في ناس بتدخل في حياتك او كان في كلام عن حياتك بتقوله لاشخاص تانية ما كانش ليها ان هي تعرف حاجة عن حياتك. انت في الفترة دي اتعلمت انك كل شخص في حياتك ليه حدود وليه وضع معين هو موجود فيه، ودي حاجة كويسة يعني، برغم تعبك دي حاجة نتيجة كويسة انت وصلت لها. فعلا اهو يعني الكارت اللي طلع لك تاني، انت محتاج انك اي حد عمل لك وجع او سبب لك الم يعني واتخدعت منه في الفترة اللي جاية، انت تطلعه من دماغك ومن حياتك. اي حد تسبب في كل حاجة انت مريت بيها، او ممكن تكون انت بتفكر في كده فعلا، وده علشان تقدر تستقر يعني، تقدر تشوف باقي جوانب حياتك بإيجابية، لان انت كمان يا برج الثور زعلت ناس عزيزة عليك في الفترة اللي فاتت، بعضكم زعل ناس عزيزة عليه في الفترة دي، وهي اصلا كانت فترة توتر في حياتك. لازم تحاول تصلح ده، في علاقات يا برج الثور انت محتاج تصلحها وتشوف الايجابي فيها. شايفة عندك استعداد، شايفاك مستعد في الفترة دي انك تبدأ وتعمل كده، انك تصلح في علاقات محتاج انك تصلحها، شايفاك مستعد في الفترة دي انك تصلح حاجات كتير، بالذات لو في حد غالي عندك او عزيز كده انت مزعله، لازم تصلح ده معايا. شايفة القراءة إيجابية وفي تطور كبير قوي في معظم أمور حياتك إن شاء الله، فترة جاية يعني أكتر من رائعة بصراحة. الأشخاص اللي تعرضوا لخيانة سامح يا برج الثور، لأن شايفة عند البعض الحبيب ندمان جدا، عند بعضكم شايفة فيه ندم كبير جدا، قلبه موجوع عليك أكتر من نفسه.